مضى أسابيع عن تحرير الموصل بالكامل، كيف تقيم الوضع الأمني؟ والله الوضع الأمني بالنسبة لي حاليا الحمد لله بيه تحسن يعني إن شاء الله، يعني ما مثل أول ما صارت الأحداث، وهذا الحمد لله والشكر. هسه يعني نقدر نطلع بالسيارة، نطلع نفتار، هاي الحمد لله والشكر. يعني بالساعة قد تبقى؟ 10-11 نوبات 12. زين، شلون نشوف الوضع الأمني؟ والله زين الحمد لله كلش زين. شلون شغلكم؟ اي زين مليان الحمد لله. شغلكم زين؟ اي الحمد لله زين. ايش عندك بالزور؟ مع بابا اشتغل يعني بسطة. تعينين بابا؟ ايه. زين هلا شلون تشعين الاجواء هوني، طيبة؟ والله كثير طيبة، يعني هوني العالم هسه مرتاح بهالحالة، يعني من خلصنا من الدواعش كثير هسه مرتاحين. كثير خلصنا منهم يعني العالم ارتاحت. زين ايش طلعتي؟ ناس حلوة الرصبة. والله بعد. بس اريد يعني هم اتمنى من التربية خلي شوي يستعجلون بالكارتات، الكل عينتظرون الكارتات. كلتهم، والله كلتهم هسه القوات الأمنية نصهم أصدقائي. النقيب رشيد والملازم محمد الله يحرسهم، والله كثير يتعاونون معنا كثير يعني، والاكل يعني اللي ياخذونه عينطونوا. زين الدواعش ما كانوا يطعموكي؟ لا الدواعش بالعكس، خمار كامل البس. انت تلبسين خمار؟ اي انا كنت خمار كامل البس، اول ثاني ثالث حجاب، رابع خامس سادس خمار، انا كنت بالرابع خمار لازم البس. زين بوقت الدواعش كنت تداومين مدرسي؟ داومت بالبدايه، بعدين من ساعة ما طلقات ما عرفشني طلقة زي طلقة ما عرفشني، هاي قبل بطلته. والله الوضع الأمني إن شاء الله كلش جيد والحمد لله، تشوف العالم يعني موجودين وده يفترون ويتبضعون، والحمد لله أمان، والله يديم الاستقرار إن شاء الله، وبركة بجهود القوات الأمنية اللي فرضت الأمن والاستقرار، وإن شاء الله الله يديم على الناس كلها. شلون تعمل القوات الأمنية وياكم؟ كل زين الحمد لله. الساعة كم تكون برا؟ والله يعني المحلات هنا تبقى ل 11 12 بالليل، والعالم الحمد لله يعني امان واستقرار، وكل من يجي يقضي شغلته ويطلع. الوضع حيل زين، واحنا ما كنا نطلع الشكل، ونشوف انا من عداجه اساتذه سيده جميله، والله اتونس عاد افرح، حيل افرح من النهار، احنا تعبانين نجي هنا بالليل نرتاح. زين انت تعمل القوات الامنيه؟ اي نعم. شلون نشوف تعامل القوات الامنيه وياكم؟ والله جيد جدا، جيد جدا، حيل يعني متعاونين وياكم؟ حيل متعاونين معنا. شلون نشوف التعاون من المدني ويا القوات الامنيه؟ يتعاونون وياهم؟ ايه متعاونين، احنا ما بعضنا البعض، وان شاء الله ندوم هالشكل، نظل متعاونين. زين شلون نشوف الاسعار؟ اكو يوم من الايام فتت على محل قام باستغلال شيء؟ لا 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 ما عندنا شيء لحد الان، ما لا لا ماكو شيء، ما صار. الاسعار ثابته ما صحيح؟ الاسعار ثابته وكلهم يعني متعاونين معانا، يعني الاسعار كلها على تناولنا يعني. الوضع الامني جيد جدا، ومثل ما جاي تشوف عينك الناس مستقره بمحلاتها بوظائفها، والتعاون كلش حلو من قبل المدنيين، وان شاء الله الافضل الافضل اريد بعد. بالبدايه اشكر كادر قناه الموصليه وعلى راسها استاذ غازي فيصل واخوي عمر غازي استاذ مراد. والله بالنسبه للوضع الامني جيد جدا الحمد لله، صار لنا تقريبا اسبوعين ثلاثه الحمد لله، امان جيد جدا، والحركة مستمرة الحمد لله، احنا باقيين للي 11 بالليل هنا والحمد لله. شلون شوف تعامل القوات الأمنية وياكم؟ جيد جدا، ألف الحمد لله، زيارات مباشرة من قائد عمليات نينوى، يزور المناطق ويتجول بها، أي نقوصات ما عندنا نهائيا، مي لا كهرب، جيد جدا الزهور. والله الحمد لله والشكر، الوضعية حيل فول أمان وماكو كل شيء، وإن شاء الله صفحة جديدة عن داعش، وان شاء الله الموصل يعني على ايام ورا يوم ورا يوم ان شاء الله احسن باحسن. زين لسه ايش قد تبقون؟ والله وحده ثنتين ثلاثه اربعه. وين تشتغل؟ انا بانزيخانه. الساعه ايش قد تفتحون؟ والله بالبانزيخانه؟ والله بالثمانيه الصبح الى الساعه ثلاثه الظهر. شلون تعمل القوات الامنيه؟ والله حيل حيل يعني جيد جدا حيل. زين انتم كمواطنين تتعاملون القوات الامنيه؟ صحيح، اذا ما المواطن يساعد قوات الامنيه يعني اهم شيء المواطن. اذا ما المواطن يساعد ما يعني هذا الامان ما يصير امان. شلون نشوف الخدمات بالموصل؟ والله الخدمات زينه، البلديه يعني تطلع تنظف والشوارع حيل نظيفه، بس نريد اكثر وقت.